هذا فورا. شو فيك مدام؟ فرحانة برجة اللي جيت وطلت علي. عايش كذا ذا بدار كذا؟ عسلامة. عسلامة يا جاني يجري عنقني. يا عايش ولدي عايش ولدي عايش ولدي. نستنى شكون يجي جيت ولا لا؟ موجوع واحد من البلدان شفتو ولا ثلاثة ليوم وأحلامو. شو اسمك؟ حميدان. وين راجلك؟ راجلي هرب علي. قداش عندك صغار؟ عندي زوز وليدات وبني وعندي طفل معاق. يا راس ثلاثة ثلاثة كل شيء أنا تشوف هذاك مش تدخلوا وتشوفوا كل شيء أنا نجري كل شيء المسؤولية ما تحملتها أنا. شو تخدم أنت؟ ما نخدمش كنت نخدم حبست على ولدي. شكون تخدم؟ معمل الخياطة. إيه ولدي هذاك ولا معاش يحب يمشي لي للنساء يعاملوا فيه في معاملة مش باهية. باهي هو بالكوش واللي تقعدت على جنب. هذا المريض. هذا المريض هذا باش عنده شنو مرض؟ ما يتكلمش. شنو مرض؟ عديت عليه كنت نعدي عليه في مستير حبست ما عنديش فلوس يشوفوا في المرض نتاعو هما قالوا لي ظهر لي عنده توحد مازلت ما كملتش نيت ممكن توحد صحيتي ما الله وعد عديت على راسي عملت له تخطيط قالوا لاباس على وذنه قالوا لاباس اما انا قسيت على عدات وما عنديش باش نعدي عليه في مستير يعني انت صغار قايمه بيهم وحدك وحد بطلت الخدمه وحدي بات فانا وصغاري عندنا كيكوخ كنت تو نطيب فيه الكوخ هذاك ديال كوجينتك كوجينتي فم وجرب وعفم تواليت تو برك عملت تواليت حشيك تو عملت تواليت تعرف التواليت وفقت ولدي تظل غارق لهني بدي تير الماء نحي الولادي ونزيد اللوح الوسخ اللي نطيروا فيه في الماء في الوقت بعد نمشي نجيب القاضي نخلي ولدي ساعة لساعة ظل غارق يلعب به تير الماء نلقاه ولدي قسما بالله يلعب الوسخ نتاعو اي قسما بالله والله العظيم هذا لفافو نتاعي هذاك لفافو نتاعي هذا كان عبي في الماء فماكم تشوف عايشة نايم بيت وحدي شكون عملك الحيوت هذا؟ لعبيت كل مرة يجيني واحد كل مرة يجيني واحد من باب الله يرحم والديه هم واحد يجيب لي مقارونة واحد يجيب لي لعبيت لهني شي نعرفو شي منعرفو عندك شهرية ولا حاجة؟ ما عنديش جملة جملة ما عنديش خدمت حبس كنت نخدم ني قايمة بكل شيء تو الراجل هرب كلموه صغار وكلموه ما حبش يجي يكذب على صغار يقولوا مش نجي وما حبش يجي تو عباد جابوا عليه ايج عطوا نحي لك النفقه ايج مش مصدق هو اللي نابش نحي له النفقه يكذب على اولاد يقولوا مش نجي وما يجيش مي ندخلوا اي تفضلوا اي بابا تهرب على صغارك مطيشهم هكا بالتحسيح والله عيب والله يعبي في دبشو يقول يا بابا بالله لا تمشي يا بابا ما تخليناش وتمشي يا بابا يجي قدام صغار ويقول له انا مش نخليكم تقعدوا لي الشر تطلب بكم في الجامع بو يقولوا ايه والله العظيم ايه جمال الاسئله يمشي للعباد يقولهم والله لا ما خليهم والله ما تحليش النفقه ما خلاها للشر ني علاش عملت هالنفق ديما يعبي الصاك ويمشي لدارهم ديما يعبي الصاك اودينا ما رديتوش قلت ما تمشيش لداركم خلينا هكا ولا لوازمنا مكلتنا شرابنا وبرا هكا ولا عشخت تونا كذا اخزر صغارك ومش مزيه وشنو هالقانون اللي يخلي النساء بالصغار ملوحين والرجال ما يعطيش النفقه شنو هالقانون مصبوبه دارك ولا زين دار زنق زنق هذيك بارك مصبوبه صبتها لي زنق هذيك زنق هذيك بارك صبتها لي وحده يرحم ولدها هذي قاعده زنق طولي هذيك زن كنت باش دوش بنتك تولي هنا ونسحب في الهواء شفت هذيك كان هذي تواليت هذي الوحيده اللي عندكم صبتها لي وحده من هني يرحم ولدها صبت لكم بيت بيت يرحم ولدها من هني من فيضه يخلي لها وليداتها ويستر مش نورمال ما عنده توحد ما يقعدش قدام التلفزه نمشي نقعد بيه في الشهيلي تو برك خرجت مش ندوش البنت ما عنديش ومش هذيك هي لباته كل شيء نمشي نقضي انا كل نهز الطفله للمدرسه انا كل شيء انا نجيب الماء من دارنا من البرويته كي ظل ما عنديش ماء نمشي لدارنا ونجيب الماء من البرويته يعني عندكم جريري في الارض وعندكم تلفزه هذه هذيك هي ها واش شدتها التلفزه الظن الظن شدتها بسكوتش أوه. هاي هاي مرزتها بهذيك ربي نشوف راهي الطفله هذيك تقلهم شو تشربها الكتب يا اختي لعبيد من باب الله والله من هني ولاد بلادي الله يرحم والدي ما هم اللي هم اللي معاونيني شيء نعرفه شيء ما نعرفوش الله يبارك لك ولاد بلادي مش مخلي والله مشكله في القوانين فما قوانين وعندنا مجلات وعندنا حقوقيين وعندنا جمعيات صدق بطقه المراه بالله تبغى تحكي المراه بهي
بهيمة بالله المرأة توك تقوم كيما هاك بهيمة هي عند الراجل بهيمة ها؟ ما عندهاش قدر ما عندهاش حتى شيء بهيمة كي تقوم بهذا ما كل يمشي ويقعد معايا ما عجل باش تكشي العيشة معايا هاك ولا أختي فما حاكم بيناتنا يطلقك الصغيرات هذاكم لشكون ملوح مثالش نطيح ديما نسامح حتى غلط معايا على جال وليدات نحب وليداتي يعيشوا كيما الصغار ما طالبة حتى شيء حتى شيء لا ما حاجتي بشيء يعني انت اليوم تقوم الصباح نوانا شو شنو كان الله اعلم نمشي لامه الاكثر هي امه ما نلقيش نمشي لامه امه هي ما عندي حد في الدنيا هذه كان ام اكاو امه بارك جماعه بركه الساحه جماعه الوفيشه وجماعه النفيله يبارك لهم جابوا لك قضيه كامله جامله يستر وعلوش لي يستر يا مريم وبرشا فلوس يا مريم اسمعني وغيت نحب ولدي ننقض ونحب ولدي يا مريم نحب ولدي نحب يتكلم ونحب ولدي يمشي للتواليت نحب ولادي لاباس عليهم يا وحياتك تسمعوا فيه راني جيعانه وعريان نحب ولادي لاباس عليهم كما الصغار عباد ما ترحمش ثلاث انا هز بنتي ظلا مش تطرى نقولي المعلمه راهي ناقص ولا عاجل عباد ما ترحمش نحب وليداتي احسن كما الصغار وكاهو ما طالبه شيء راني ما نطالب حتى شيء وحياتي نحب صغيراتي احسن كما صغيرات وكهو راني لا طالب ماك لا طالب نحب وليداتي نحب خاصه الطفل المريض نحب يتكلم نلقاش واحد من اهل الخير وليدي يتبناه باش نمشي نخدمون نحب نخدمون عمل على روح نحبش نمد ايدي يعني هذا ما نحبش نهبط وتلزيت انا كي نمشي نقولهم اعطوني جو واعطوني سيمان واعطوني راني متلزي راني ما نزك على المر كان مر منها العيد. يا ربي يبارك لك يا سي محمد صالح يبارك لك يا ماما يا ماما عنا علوش لا يجي تشري شويه تحت على وجهك علاش فرحانه خاطر جابونا قضيه العيد بسم الله بنتي بسم الله بنتي شو قلت كنت تقولي انت قلت لك والله عملت فيها الخير بحثوا فيها اجر 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 زياده اشتهى كامل حديته فيها ذاك هي والفار صار فيها هذا ولد حلال كل مره ولد حلال يجيب لها كعبه ياجور كل مره يجيها بناي كل مره حد يركب لها حاجه يرحم والديكم الله يفرحكم كيما فرحتوني انا وليدات ولامس برك جات يا سيده دقت علي الباب قلت لها لاباس قالت شبع فيه الشر انا وليد شبر فيه الشر قالت لي كلمي مكرم راه ما عادش فيا ما عادش فيا هيا اذا انت هتكلمت مكرم مكرم بالصفه دلنا على دارك خلنا اربع ولا خمسه ديار اخرين وباقي ندوروا باقي ندوروا كتبت هوني صدقني كل يوم نقول يا ربي طيح بي اولاد الحلال يا ربي هكا واحد يقسم من بالله نقول يا ربي هذه شليك شفت النصاب كيما هكا ومشي وما شريتش خاطر ما عنديش فلوس زوز الدجاجات طايبين يرحم والديكم صوركم ديجا بارك لك هذه برشا حوت عطيناه المنونه في الفريجيدير هذه برشا خضره يعطيهم الصحه والله الا حسبتي مليك يا زاد اش خصني مليك والله مليك انت والله والله يستر جابولك ميزك لدارو يسترك يرحم والديك يرحم وليدي وحمدي يسترك الله يرحم لك وليدي يسترك يا سي محمد صالح يا ما راني نحبك عندي في السمايل نحبك والله سي محمد صالح راه عطاك مصروف العيد 100,000 يسترك مع القضية يكفرهم عليه مع القضية يبارك دقيقة دقيقة مش هكاها راهو اليوم تبارك الله تبارك الله خير زين الحمد لله اللي عطاك كاسة الفوتوكوبي اللي عنده في الكاسه مدحو اللي عطاه كاسه القهوه هي كاسه تاع قهوه ميلانو كما هي ماضي ساعه نتاع القايله تو يعيش يبارك لك الكاسه نتاع الفوتوكوبي مع الفلوس هذوما الفلوس طلعوا مليون و76 دينار و300 فرانك هذا مليون يا ربي لك الحمد دقيقه يا ربي زي العلاقه نتاع توزر هاي باهيه وجهه باهيه العلاقه ذي والله يفرحكم كما فرحتولي هذوما فليسيتك يسترك. تكمل تواليتك داوي ولدك يا ربي انا ندي ربي اللي عنده وليد عنده توحد تقالب بس عليه تقايد يدس فيه بالركبه يوحل يوحل تشمنه يوحل مصروف برشا لا هو برشا يزمو ما يخدمش يشد ولده فاللي عنده امانكم اللي يجي يتهلا بولدها اذا كان فما سنتر
إذا كان فما حاجة بربي المرأة هذه تستحق العلوش لعيد ولادي يدخل للدحك فضل ادخل اختاروا مروان العلوش لعيد ربنا عليك الخير يسترك الله يبارك لك وخلينا لك السعادة يسترك يفرح كيما فرحتي يمشيش يطور الرويجل يرجع باش يصرف الفليسات عندك قضية نفقة ادفع النفقة مانيش مع النساء الرجال لا أنا مع الحق جيبت هذا صغار منهم الطفل مريض وتهرب حدا ميمتك ربي عايش لك ميمتك ما قدام ربي تتقاضى راني ما قدام ربي تتقاضى راني ما قلتلكش ما تمشيش لهلكم مالي شوش العلو شوش خل فيه ولادك فل كل شيء هلكم تسمعوا فيه ما يخلطكش ولدك راو بالكلام راو ما قلتلاش ما تمشيش ولادك قبل كل شيء ولادك قبل كل شيء وتتحاسب عليهم قدام ربي بالقانون قبل كل شيء ولادي ما طيشهم مش أنا ما ميزي حميدة فرحانين اللي دخلنا الفرح في دارك فرحانين اللي فرحنيك على غفلة صورتش اني خلطولك مستحيل قسما بالله مستحيل والله إلا جت على بالي قلت لك كل يوم نبكي كل يوم قل يا ربي اديني واحدة منهم يا رب قسما بالله العظيم والله ورسوا وليداتي ومن كملوا لهم ربان قل يا ربي ان شاء الله هكا يدخل عليا ويجون خلينا لك الخير يستر فكينا لك كربة ربي فرج على وليدك إن شاء الله ربي عمل ما دارك وانا متأكدة جماعة تنفيذة مش باش يخرجوا المرأة هذه ما غير ظهر الراجل طلع على مراد الله سايب صغار وفصاع على مراد الله موش بيه حتى طرف وحتى حاجة في العالم لا تسامحك فلي عملته خلينا لك الخير قضية كاملة جاملة شدك ما تشدك فرحك يا وربي نوب عليك حاجتك بحاجتك قدام مريم ضرب بحذيفك يسلك كل وقت بارك لك بارك حاجتك الله يبارك لك الراجل محلي ليك الله يبارك لك الله يبارك لك ربي يعطيك من خير يرحم وليدك ويرحم وليدك الله يرحم مئات المرة الله يرحم بها الدنيا هذه ما حاجتش بها حتى شي الدنيا هذه ثاني يرحم ابيك حاجتك بحاجة الدار بعدها والله الدنيا ثانية هذه حاضر ماشي ادلي والله لا حبني فلوس مش كل شيء فلوس تحشميش. الدنيا هذه راه سي محمد صالح ما كانش يجي معنا ما احنا قلنا له بربي وصل العلوش معلش وين نحطوا العلوش مش واصلين تخلوا شوف الحالة ولا يبكي وقالوا كل حاجة عندي انا تعرف رجلتي تحت صح مدام حميدة نحب نشكرك انا نحب نشكر برشا مجدي قارقني قول له يا مجدي قارقني باقي عليك ستر ان شاء الله مدام عزة ما تعملوش عركة اليوم عيد ميلادها ومجدي يخدم العقاب عشرة سيبنوش عزة كل عام تحيي بخير جايزة انيفيرسير يا عزة ربي فضل لك مجدي فضل لك لينا امين ميرسي بوكو امين مروان نصيب ميرسي بوكو صديقي مكرم سعيدي صديقي العزيز مكرم صحافي يبارك له كلنا احسن ظهر اليوم هذا مكرم كان احسن ظهر ولد الجهه يبكي من الحاله اللي وصلنا لها اليوم ميرسي مكرم ميرسي طول الموند شكرا فريقيا شكرا بركة الساحل واحد شكرا للي اعطى كاسة الفوتوكوبي شكرا للي اعطى كاسة القهوة شكرا للي اعطى العلوش شكرا للي فرحوا بينا راهم يقاولوا في الثامس وبدون دبوسة ماء راهو قمة في العطاء البلدان هذية بوفيشة بركة الساحل ونفيدة محليكم ما بقالي كان نشكر برشا كريمة الرياحي في المونتاج كريمة الذويدي في المونتاج أمير دبة في الديجيتال استنون لها لحد حلقة مفاجأة من هنا الذويدي كيفاش؟ نشكر العصبان كده نزل العصبان مثل ما كيناش حتى نأكل العصبان باقيكم على خير سمع على خير نسبة